من أجل استعادة مجده القاري يدخل المنتخب المصري نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون لتحقيق اللقب الذي غاب عن أحضانه منذ عام 2010. ووصل اليوم المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى الكاميرون بقائمة تضم 25 لاعباً على رأسهم النجم الدولي محمد صلاح، أملاً في التتويج بالنجمة الثامنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل. ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، ثم لقاء غينيا بيساو يوم 15 يناير، ويختتم المنتخب مواجهاته بلقاء المنتخب السوداني الشقيق يوم 19 من الشهر نفسه. ويحمل الفراعنة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة القارية برصيد 7 ألقاب. آمال الجماهير المصرية كبيرة في استعادة اللقب القاري الثامن بعد غياب طويل للمنتخب عن منصات التتويج. من مصر، عمرو موسى.